أهلا حبايبي، قطعة خارجية جديدة لسادس إعدادي 2017 دور ثالث. خلونا نروح للقطعة ونشوف شنو اللي بيها من كلمات، شوف شنو قصتها. أحمد was a very just judge. أحمد قاض عادل جدا. طبعا just معناها عادل، نعم بتجي بمعنى عادل، just judge يعني حاكم عادل أو قاضي عادل. One day يوما ما he sent a thief to prison، أرسل يعني حكم على لص، thief بمعنى لص. sent معناها أرسل، بس هي هنا لأنه هو قاضي هو معناها حكم تصير بمعنى على منه لص، أرسل لص اللي هو to prison for 2 years يعني حكم على لص بالسجن سنتين. ليش؟ for 2 years stealing some money، لأنه سرق بعض المال. when the thief came out of a prison، عندما لص يعني قضى مدة الحكم مالته خرج من السجن، he went to the judge، ذهب إلى القاضي and said، وقال how should I make a living، كيف يمكنني أن أعيل أو كيف يمكنني أن أعيش أو أعيل يعني شلون ممكن أقدر أدبر حالي. No one will give a job to a man who has been in a prison. لا أحد سيعطي وظيفة لشخص كان في السجن. طبعا هو في الحقيقة يعني هذا يصير وصمة ستيغما على كل شخص يدخل السجن. الدول الأوروبية خصوصا يعني شخص يدخل السجن تكون عليه وصمة، ممكن يكون انه شخص سيء هذا من المجتمع. طبعا احنا عندنا اللي يدخل السجن يطلع بأفكار عجيبة غريبة. Anyhow, the judge القاضي realized that the thief had become a good man، بأن القاضي هنا أدرك بأن اللص أصبح رجلا جيدا. He decided to let him work in his house as a gardener. قرر decided بمعنى قرر أن ينطي فرصة بأنه ينطي وظيفة، شوظفه يعني تركه يعمل في حديقته كجاردنر يعني كحدقتشي. One day some thieves، في أحد الأيام بعض اللصوص tried to rob the judge's house، حاولوا أن يسرقوا بيت القاضي. طبعا كلمة راب، راب معناها يسطو على يعني بالقوة، لكن هنا ما أعرف هذه كيف استعملت. هنا ستيل تكون أعتقد أدق، لأن راب السطو بالقوة، try to rob the judge's house. anyhow على أي حال، ف the gardener الحدقتشي made loud cries that frightened the thieves، قام يطلع يعني قام يصرخ بأصوات عالية أخافت منه، أخافت اللصوص. the judge realized القاضي أدرك that bad people could be good ones، أن الأشخاص السيئين يمكن أن يكونوا جيدين if they had good chance، إذا وجدوا الفرصة السانحة أو الفرصة يعني ماكو شخص سيء دائما بطبعه سيء، ولكن الظروف صنعت منه سيئا. فأعطي فرصة غير للظروف راح يكون شخص يعني مناسب للمجتمع، ملائم لي أن يكون شخص ذا منفعة بالمجتمع. أما الآن ننتقل وين؟ ننتقل للأسئلة. يقول why did the judge put the thief in a prison، لما القاضي وضع اللص في السجن؟ for stealing some money، ليش؟ stealing some money، هذه هنا نرجع stealing some money. يقول السؤال الثاني the judge realized that thief became a good man، القاضي أدرك بأن اللص أصبح شخصا جيدا، true or false؟ طبعا true لأن هو أنقذ بيت القاضي من
السرقة أتلافه. How was the gardener able to frighten the thieves؟ كيف أمكن للصد أو للحدقتشي أن يخيف اللصوص؟ شلون؟ طبعا by making، باو على هذه made تكون by making loud cries that frighten the thieves. طبعا made هي الماضي للفعل make معناه يصنع. Could bad people be good one days good ones one day؟ هل يمكن للأشخاص السيئين أن يكونوا أشخاصا جيدين يوما ما؟ طبعا الجواب yes، جواب نعم. طبعا yes they could. Was the old thief faithful to his master؟ هل كان اللص القديم faithful معناها يعني شخص ذا ولاء لسيده؟ هو اللي منه السيد مالته؟ طبعا للقاضي طبعا yes he was. الأخير، السؤال الأخير، give the passage suitable title، ممكن تقول the just judge، القاضي العادل. ممكن تقول يعني في عدة احتمالات، the good people أو the bad one أو the bad people، the thief، هذه كلها يعني ممكن أن تكون عناوين مناسبة. The faithful servant, the thief who had become a good man. هذه كلها طبعا راح تكون إجابات أو عناوين مناسبة. أما الآن نلتقي في قطعة أخرى، تحياتي.